حد هنا. ربي اللي يعطاك زيان، الله يسهل الله عليك، اللي معك، الله اللي الله طانا يسهل كامل. عليك زيان، كل شيء ديالك زيان يا ربي معك. لحبتك لحبتك. واش الخوت هاني بخير؟ كي جاكم الفيلم؟ اسمعي باقي كسول عليك، قالوا لك دير لهم موزيك. وانا بحال قلت وحنا كن قريب نبداو في الاخر ان شاء الله. يلا ما تحشمونيش، ما يضحكش علينا، يعني خصنا 30. لا لا ضروري يكونوا هانيين الخوت، يكونوا هانيين، ديك هودا السيدة ديالي يكون هاني. غتبلوكي، هودا غتموتي. الله يبارك بري ود عمي شيخ داود حاج، دار مدادر بيت، دار ندادر تو خمسة ندادر ما كنسمعكش. ود عمي قلت لك الميكرو عندك، قلت لك الميكرو اختها. انا ان شاء الله فيها الخوت، نقولوا ما مليش فيها 10، ما اللي فيه قريب. سمعي الله يعم آيا واخ، شكرا نشكرك. المهم المهم هادشي كامل خالص نخدم صيفطوا لها ايه، انا ما كنستافد منه ما والو. داكشي يا الخوت من بعد صيفطوا تيكتول لشي دير اللايف. خويا اللي قال لي مرحبا بك في ارجي. الله يحفظك خويا، انت مرحبا بك في كازا خويا. عندنا ما كاين لا كوست ولا ريني، وبنادم باوش ديما حاضرين بابين يا اخوتي بابين. كلشي اصلا هو ديال كل عندها شي مالي، هو ماشي كبير اصغر حال تكون عندها شهرين شهرين. يلا تزاد شهرين ما عندي زانة. مالكش نادر؟ قال لك شهرين ما عندي زانة، هذا مفرفرات. شكون انت بدا؟ من انت؟ شكون اللي دوا؟ اواه والله طاح لي التليفون صيفطتي عليه قبيله، ما قلتليش شحال عندك صيفطتي ورزق كنت تصيفط عليا. تهرس لك الظهر ولا لا؟ فيش تهرس لي السنسول. لا هاني باقي خدامه ما عاتقش. هذيك الكفته اللي كليتي قبيله الكوسطه ما كنت عاتقش. ما كيتفاكش. واشنو دار هزو دارو جيب وراه باينه. هزو دارو مسكين بقى فيا والله مزيان باش يبد من الصباح وبارك عليا ثاني 180. يلا تفكر الخوت، يلا الخوت زاي والو. كلشي كلشي يدخل يتابونا عندنا في الكونت الخوت. كوستا اسماعيل بحال اللي قلتو شرشروه طريق الى كابول. كنبانو بحال ما دوك اللي قتلوا مسيرو خاطر على الاول كنبانو في جيهان كتبان ناضيه اون بروبليم. شو علاش كتبات لي؟ علاش كتبات لي؟ علاش كتبات لي؟ ويلي الله يمسخك وتسطي داكشي ديال التحضير ياك. اسمعي الله يعطيك دقاق البقه زبابك الله عاودي دعاتنا. قال لك الله يعطيك دقه قد البقه. لا الله يعطيك دقه قد البقه. فيلي عندك تابع ماشي ممكن تبكي. رضوان عنده شي شو عنده شي خنيسه ديال عباد نهار بنت معاكم جيهان طحت كاو اربع ايام وانا مريض. هاد المره غنبغي نمثل خاصني الرقيه. سطينا تخافش منك. قالت لك ضربوك بالعين. نضربو بالودن. لا بزاف. اوف انا راه كنقول ديما كنموت ديما كنموت بالضحك كنحيك. يقتلني قالت لك قتلتي ناري هربوني هو كيقرا كومونتيرات ديال كيت بجوج. وقال لك زيان الصوت كيتعاود ورا قراها ولا نقول اه هو فين كيسمع الصوت كيتعاود كنسمعو ولا في ودنك. يلا فهمت كنسحبو كيسمع. لا انا فرفر شو هادي كتجي قالت لك ما غاتزوجوش راك اختي انت مكافه. تعاودي معنا في العرس غديري لنا العرس. ناري هربوني قال لها انت مكافه. بدبر على راسها مقاسة قالت مقاسة قالت مقاسة قلنا راه غنديرو لك الهريسة في قنان فوق وغتبقى تزغرتي. قالت لك انا قريت ايمن. اخا
خاصني يعني بكري دي كاس خاولة بنت فاي مخوش. أنا ساكن في الحي محمدي ولكن دار في الحي محمدي ولكن زيادة وخلوق في درب سلطان. كل عمر في درب سلطان كل عمر هكو هكو درب سلطان حي محمدي. أعودوا هالي بالجهد بليز. سنعودوا لك أولدي سنعودوا لك نعودوا في الخبير خبروا هنا ديدي كاس ديدي كاس سير بلاس شي شوف الخلاص ترى قتلوني جاتني الدوخة جاتك الدوخة راقي شي كل شي فرمازة واقعا وهيب لازم مال الوقت بحال كشي الخوت تشوفوا العاب السهري علودي السياكي جري. وانا من الناس اللي ما كيتكبروش حيت ما كاينش نتكبروا ما كاينش شي حاجه اللي غنتكبروا حنا عادي بحال كنديروا تيك توك ماشي شي حاجه اللي واعره بزاف عادي كنزادوا عليكم بواحد شويه لي زابوني اللي كيعندنا وصافي هادشي اللي كاين دونك غادي نقرا الكومونتير ديالو. اصلا قلت كما قلت لكم انا ماشي من الناس اللي فيهم الاعاقه حيت ما كاينش علاش غادي نعاق هادشي عادي راه تيك توك. غادي نقرا اصلا كنقرا بلا هادشي نقرا انا اصلا كنقرا سميه عاد كنقرا كومونتير ماشي من الناس اللي كيقرا غير الكومونتير كاين اللي كيدرس وما شافش الكومونتير وانا كنقرا كومونتير بمول سميه مول ضروري هادشي. شحال بغيتي من دري يكونوا عندك ما عرفتش كرهت يكونوا عندي جوج دراري وبنت صافي جوج دراري وبنت وما اللي بغيت ان شاء الله بيان سور وعادي يعني انا داكشي علاش قلت لكم بغيت جوج بنات وولد بغيت جوج وليدات وبنيه فهمتوا هذا هو البلان. وماما حنايا ولدت ثلاثه البنات ما عندهاش دراري وعمتي عندها ثلاثه الدراري وما عندهاش البنات تخيلوا معايا. باغ كونتر عماماتي وعمامي الاخرين عندهم ولاد والبنات مخلطين فين كنتي اليوم ناري الحرام هذيك دي لي 60 طاق 60 طاق ها قالت لي دالها 70 طاق الله يعطيك 70 طرقه يا هدى ودلال بجوجكم تنزل عليكم للراس دلال واخا الكوستا فين. المهم اش قلت لي فين كنتي اليوم كنت فواحد العرس ما شفتي ستوري دوست لك ستوري وي كنت فين اختي كنا غنصوروا فيلم صافي ومشينا سافرنا وجينا جاتني الضحكه والله ما كنتش في بلاصه اختي فحال ديما هدى والله الا بقات فيك ديما كديري لي هاد البلان ما تبقاش فيك هدى راه حيد لك ادمين دي العقوبه ديالك اليوم ديما كتبغي تحشمي اختك جيهان كي ما غاديش نحشم ما تظنكش ما والو